السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ لعلكم بخير إن شاء الله وأحسن حال. إن شاء الله الفيديو بتاع النهاردة برضه هنفسر فيه بعض الرؤى وبعض الأحلام المذكورة في الكومنتات إن شاء الله في الصفحة. أول ما نام معانا للأخت بتقول: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. حلمت في خالتي المتوفية أعطتني قماشة مثل الدانتيل فيها فراغات ومطبوع عليها بطاقات معايدة عليها ألوان أزرق وشكله مستطيل، وقالت لي علقيهن على الحائط بس تولدي. قلت لها لا، بلزق في كل واحدة حبة شوكولاتة وبجنبها بكتب اسم البيبي في رأس القلب. وانتهى المنام. أنا أظن والله أعلم هذا المنام يؤكد أنه الحمل إن شاء الله. إذا لم تعلمي نوع الجنين فإن شاء الله بإذن الله يكون ولد. تمام. رأيت نفسي في التوريد وخرج دجاجة منه. وجودك في التواليت هنا إن شاء الله بإذن الله فرج وخلاص من أذى ومن ضيق، وخروج هنا الدجاجة ربما إنه فرج في الرزق وتيسير في الرزق بإذن الله تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام. رأيت كأن أقاربي متجمعين في استراحة إخوالي وعمامي، ثم كأني خرجت من الاستراحة ودخلت خيمة ولحقني خالي عبد الرحمن لكنه لم يدخل الخيمة، وقف قريب مني. وجدت داخل الخيمة طفل بعمر 5 سنوات، ثم فتحت النور، ثم الطفلة ضغطت على المفتاح النور أيضا وانتهى نعزبه. إن شاء الله بإذن الله بشرة خير وبشرة تيسير لك في أمر خطبة وزواج بإذن الله تعالى، وتيسير أمور متعسرة لديك وتسهيلها بإذن الله تعالى. هلا يا شيخ، أنا حلمت دخلت المرحاض فيه رجال فوق المرحاض يطلون علي، أنا متزوجة بدون أطفال. أنا أظن والله أعلم أن أنت يا أختي عايزة رقية، محتاجة رقية، لأن هنا الذين ينظرون عليك هذا هو أذى روحاني، إما حسد واقع عليك أو شيء من هذا القبيل، فياريت ترقي نفسك وتجتهدي في الرقية، فربما تعثر موضوع الحمل لديك هذا بسبب التعطيل الروحاني هذا. السلام عليكم. عليكم السلام. أختي رأت في المنام، أختي عزباء والمنام وهي المنام لها يعني، رأيت في منامي أريد أن أسافر على لندن، ما حصل نصيب. صعدنا على فوق سطوح عمي وبنتها اسمها إيمان وعائلتي كلنا فوق السطح. مع العلم عمي ساكن في الحقيقة في لندن، وأنا في بتفرج على الأرض الزراعية شديدة الخضر وأقول لهم تعالوا شوفوا المنظر روعة. أختي ردت على عمي قالت سيبك من أختي، هي لها القصر، وإنت يا عمي خليك معنا لأن أنا وأخواتي نحب الاستثمار. أنا أظن والله أعلم فيه منفعة وفيه خير للرائية بإذن الله تعالى، وربما أيضا في منفعة للأسرة من خالكم بإذن الله. فهنا القصر أظنك لو أنت عزباء إن شاء الله بإذن الله يكون بشرة ارتباط لك وتغير في الوضع المالي والمعيشي للأفضل بإذن الله تعالى. حلمت يا أخي بجمل كبير لونه أبيض مثل بياض الثلج ويبتسم لي، وهو كان عدو لي. أنا عزباء أظن والله أعلم تغير في الحال، ربما إن كان فيه هم شديد وثقيل عليك وضيق كبير جدا، وإن شاء الله بإذن الله ربما هذا الهم وهذا الضيق وهذا الحمل يتغير ويكون دلالة على حال أحسن وعلى أمور أحسن وعلى تغيرات في حالك للأفضل بإذن الله. وربما إنه في شخص كنت تخافي منه وكنت قلقة منه، هذا الشخص ربما يكون مساعد ليكي، مساند ليك وقريب منك بإذن الله تعالى. تمام. آخر منام معانا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حلمت أن واحدة متوفية اسمها فايزة رنت عليها بتقول لي أروح أدي الماما كيس ما أعرفش فيه إيه. رحت وكانوا قاعدين في عزا، ومشيت وكنت بشعري، كنت بقرأ سورة البقرة من الفول ولبس سلسلة لونها فضية نازبة. والله الميت إذا أعطى أو إذا طلب شيء أو إذا قال لأحد يعني بشره بشيء، فهذه بشرة للحي بإذن الله تعالى بشيء طيب يصيبه إن شاء الله تعالى. والعزة هنا ربما يكون في مناسبة سعيدة بإذن الله تعالى ليك، وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الرقية وسورة البقرة يكون في إن شاء الله بإذن الله فرصة لك بتيسير أمر خطبة وزواج بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم. دمتم في أمان الله وحفظه، وانتظرونا إن شاء الله في فيديوهات قادمة بإذن الله تعالى لتفسير بعض الأحلام
الموجودة في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.